مين اللي مسيطر على دماغك؟ انت مدي او مسلم دماغك لمين؟ هل يا ترى مسلم دماغك لحد ممشيك وماشي وراه وانت يعني من غير ما تفكر ومن غير ما ترجع لمرجعيتك اللي هي اخلاقك ودينك وعاداتك وتقاليدك اللي تربيت عليها؟ هل يا ترى مسلم دماغك مثلا او انت مسلمة دماغك لمامتك، لأختك، لصاحبتك، لزميلتك في الشغل؟ مسلمة دماغك لمثلا حد بيعمل برنامج مثلا فبيقولك كلام ممكن مثلا ما يبقاش صح مثلا، فتمشي وراها؟ انا عايز اعمل كده، ايوه، فالدنيا تبوظ عندك في بيتك. احنا مسلمين دماغنا لمين؟ مين اللي مسيطر علينا؟ لا انا ما حدش مسيطر عليا، انا كل حاجه بعملها من دماغي. يا دي المصيبه، كل المصايب اللي بتعمليها دي من دماغك انت. يعني انت ماشيه ورا دماغ دي، دماغك ايه دي؟ دي دماغ ايه دي؟ احنا بنتكلم عن فكره انه احنا لازم يكون لينا مرجعيه واساس، ونرجع لمين؟ نرجع للقران الكريم وللسنه، ويبقى هو ده الميزان، ده الميزان الحق اللي انا امشي عليه. هو ده صح ولا غلط؟ لازم اراجع، لازم امشي طول ما انا ماشيه اراجع نفسي. وانا كده مقضية الدنيا كده انبساط ونوم واكل وتخن وفرجة وعلى التلفزيون، وفيش محاسبة للنفس خالص؟ ايه ده؟ ايه يا اخوانا ده؟ لو ورقة امتحان هنصححها، والامتحان بيخلص وبتنجحي، بتغشي وبتنجحي، فانتي الغش في الامتحان ده، انتي بتنجحي في امتحان الدنيا، بس انتي غشيتي. طب ارجعي بقى، راجعي نفسك، اللي انت عملتيه ده يعدي في امتحان الاخره ولا لا؟ فده في امتحانات دنيويه. طب انت محتاجه تراجعي نفسك، انت مسلمه دماغك لمين؟ مسلمه دماغك لنفسك، يبقى ترجعي لمرجعيه. لازم يبقى لك خط، في خط كده ما نعديهوش يا جماعه، خطوط حمراء. لا، لو عديت الخط الاحمر ده انت تلتزمي بالخطوط الحمراء في كل حاجه. ده انت لو في حفله وفيها دريس كود، لازم نلبس دريس كود، معلش مش هينفع يدخلوا محجبة، ياي، فمش هينفع. طب مش تمام، أنا موافقة، مش هدخل. فالتزمي، طالما حاطة لنفسك دريس كود في كل حاجة ومحاذير في كل حاجة وملتزمة بكل حاجة، يبقى تحطي لنفسك مرجعية في الصح والغلط. هسألك تاني، مين اللي له عليك سلطان؟ اسمع كده الآية القرآنية في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ماشي، احنا بنبدأ بنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الشيطان ملوش عليك سلطان، يعني ما تقولش ده شيطان، ده الشيطان ده حاجة عبيطة، حاجة تافهة. ليه؟ لأنك بمجرد ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الله، أمال سلطانه على مين؟ إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، اللي بيشاركوا الشيطان كده في كل حياتهم. فتبقي انت ملتزمة بقوانين الدنيا التزام عظيم، لأ ده في دريس كود، لأ ده قالوا نوصل الساعة كذا ونقفل الساعة كذا، لأ ده مثلا المدرسة قالت كذا. دي كل دي حاجات كويسة على فكرة، لما نلتزم بإشارة المرور ونلتزم، لأنه دي حاجات من المنظمات، دي أمور تنظيمية في الدنيا لازم نلتزم بيها. بس طالما التزمتي بيها أستأذنك، بعد إذنك هتعبك معايا،
في حاجات تانية مهمة لازم نلتزم بيها، بأنه محدش يمشيني ويقول لي أعمل إيه وتبقى حاجة، يبقى مرجعيتك إيه؟ أجري أجري أبص على القرآن والسنة، الكلام ده حلال ولا حرام؟ الكلام ده ينفع ولا ما ينفعش؟ الكلام ده يصح ولا ما يصحش؟ لا ما يصحش، لا ما يصحش أهزق الناس وهم في بيتي، دي أمور إحنا تربينا عليها خلاص، يبقى ما تهزقيش الناس وهم في بيتك. أصلها عملت لي وقالت لي، بس هما في بيتك، في تقاليد وفي حاجات تربينا عليها، في مرجعيات مهمة ما ينفعش تعديها وتخلي سلطانك من دماغك، أو سلطانك واحدة تسخنك، تخليش واحدة تسخنك ويبقى سلطانك في إيديها. عجبتني قوي الآية القرآنية اللي إنه الشيطان ملوش سلطان علينا. الله، فقعدت أفكر، أمال مين اللي له سلطان؟ ده البيوت بتولع، ده ممكن أخت تسخن أخوها على مراته، وممكن زوجة تسخن أخ على أخته، ده البيوت بتولع. يا الدنيا ولعة بسبب إيه؟ بسبب إن إحنا مخلين الناس يمشونا على مزاجهم. الله، أنا مخلية الناس يمشوني على مزاجهم. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، مش الشيطان كان ضعيفا، ده حتى الكيد بتاع الشيطان. عارفين كلمة كيد دي؟ شوفوا لما تقولوا دي ست كيادة، كيادة يعني ممكن تنططك كده وانت قاعدة. فكيد الشيطان يعني الشيطان بيكيد بقى بالبشرية وعايز يوقعهم في الغلط. فربنا سبحانه وتعالى بيقولك إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إيه هو إيه قيمة كيد الشيطان ده اللي بتستعين بيه جنب استعانتك بربنا سبحانه وتعالى؟ يعني أنت تستعين بالله وواحدة مستعينة بالشيطان فتخاف منها؟ مين دي؟ إيه ده؟ يعني أنت تبقى مصلي وقارئ للقرآن الكريم وبقري البقرة وعامل أذكارك صبح وليل وخايف من واحدة تقول يا ساعة عملا لي عمل؟ ايه جماعة التفاهة دي؟ انا بجد بتكلم كده، يقولي يا شفتي، عارفة شفتي لما وقعتي، شفتي لما اتخبطتي، شفتي لما عملتي، ده اكيد واحدة سمعتك وانت بتقولي كده. بقول كده بقالي 100 سنة. انا عمري 100 سنة بقول كده طول عمري، شفتي شفتي اهو هيعملوا لك اهو. لا ما بخافش، ليه؟ مش هيضروني طالما ربنا سبحانه وتعالى حميني. وهيحميني بإيه؟ بإن أنا عندي مرجعية أنا برجع لها. بخصوص المرجعية اللي احنا بنرجع لها، شفت حوار كده، حوار مش عارفة تلفزيوني وشفته على النت، لا حد أحد المشاهير، مش هقول هو إيه، يعني المشاهير بيعمل إيه مش هقول. فبيسألوا المحاور، بيقول له انت لابس حلق، انت لابس شبيكة، انت لابس مش عارفة ايه، انت لابس ايه، انت لابس ايه؟ قال له اصل انا بعد ما اتشهرت بقى واتغنيت بقى وبقيت حد مهم، رحت بقى الستايلست، فالستايلست قال له بقى الموضة، الموضة تلبس حلق، تخرم ودانك وتلبس حلق. اللي انا استغربته انه الراجل ده يعني هو حد مشهور ومحبوب وعنده ولاد شباب، عنده رجالة يعني مخلف رجالة. فطبعا الناس بتعمل ده، وش قال له بس الدنيا بقى ولعت، الترند بقى رهيب، ترند جميل، فالترند رهيب، فاحنا نسمع بقى ونجري ورا حد بيقول لنا خرم ودانك وكده. فالناس بقى تهيج وتزيط وتقولك ايه، بيعلموا ولادنا. هم ولادنا، هو انا مستنية ما ولادي يتعلموا من ال، لا لا، احنا بنكلم ولادنا طول النهار والليل ان احنا مرجعيتنا القرآن والسنة والحرام والحلال والعيب والصح والغلط اللي احنا علمناه لكم. لما مهما كنت فين، انا يعني هقولها لكم، انا ابني طول الوقت يقول لي عايز يشتغل في تصميم الازياء، فأنا أقول له طب يا محمد أرجوك أرجوك، تصميم الأزياء ده شيء جميل وحاجة حلوة، بس في حلال وفي حرام وفي مرجعية. أنا قلت، وهو الكلام اللي أنا قلته، أنا قلت وهموت، الكلام ده هيبقى حج على ابني، هو سمعه مني
وخلاص وانا هروح. احنا نقول مش هنجبر حد انه يعمل حاجه. الستايلست يقول ما يقول، اي حد يقول، ما اللي يقول يقول، ما اللي يلبس يلبس، ما اللي يعمل يعمل، انما احنا مرجعيتنا ايه. شكرا لي.